والفيل هو قصته كما ذكر الله في القرآن أن ملك الحبشة أراد أن يهدم الكعبة وأمر واليه على اليمن أن يباشر هذا العمل، فجاء بفيل عظيم وجنود عظيمة لم يستطع أهل الحجاز ولا قبائل العرب لم يستطيعوا الوقوف في وجهها، إلى أن وصل إلى أرض الحرم وعسكر عند الحرم، ثم إنه أراد أن يباشر الهدم، وجه الفيل فأبى الفيل أن يتحرك، حركه زجره أبى أن يتحرك، حبسه الله جل وعلا. بينما هم كذلك إذ جاءت فرقان من الطير من جهة البحر فاصطفت فوق رؤوسهم ومعها حجارة، كل طائر معه ثلاث حجارة، واحد في منقاره واثنان في رجليه. فلما توسطوا على رؤوس القوم أمطرتهم هذه الطيور أمطرتهم بالحجارة، فكانت تضرب رأس الرجل وتخرج من دبره حتى أهلكهم الله عن آخرهم، ولم ينجو إلا قائدهم أبرهة، وأصابه المرض وتقطع جسمه ومات.